الخطباء من صغركم سامعين وكلكم أبناء الحسينيات، شنو يقول؟ يقول يا الخطيب شنو يقول أول المنبر؟ يا رحمة الله. منو هذا رحمة الله الواسع؟ الحسين. هذا كلنا سفن النجاة ولكن سفينة الحسين أوسع، وفي لجج البحار أسرع. باب مفتوح، بابك هو باب آل بيت رسول الله عليهم السلام، مفتوح للراغبين. توبوا إلى الله. طيب، إذن الإنسان في أي دين من الأديان الإلهية مأمور أولا أن يعرف المبدأ هو الله، وكل الأمور ترجع إلى الله، ماكو طريق مسدود عند الله أبدا أبدا. والله كريم ومعطي، وشلون يعطي؟ شلون الله يعطي؟ في غمضة عين كل شيء يتغير. شوف إخواني، أبواب رحمة الله، أبواب الكرم، يعني الله يعطي شلون يعطي؟ الله الله موجود حتى عند إيد يعطيني، شلون يعطيني؟ بالنسبيل يبعث الله يعطي عن طريق آل بيت رسول الله محمد وآل محمد عليهم السلام. هؤلاء هم أمناء الله على الأرض، هؤلاء هم حجج الله على الأرض، هؤلاء هم يمثلون الله على الأرض، هؤلاء هم سفراء الله على الأرض. كنت في خدمة أحد مراجع التقليد الكبار، توفى الله يرحمه، دخلت عنده شفتها في لحظة اللي أنا دخلت شفت الدمعة بدها تنزل من عيني طبيعي. سلمت قبلت إيده مولاي خير. قال الآن قبل ما تيجي إجاني واحد من علماء مشهد، مشهد الإمام الرضا عليه السلام، سيد من علماء خراسان. السيد قال لي قضية أنا تأثرت. الآن السيد راح أنا بدي أفكر. قلت له مولاي شنو القضية؟ قال هاي أنا أقولها لكم بدون واسطة. هذا السيد الخراساني المشهدي يقول في مشهد عندي صديق في سوق الإمام الرضا سلام الله عليه، الحمد لله أكثركم بل كلكم رايحين إلى مشهد، وتعرفون هذا السوق بازار الرضا السوق المعروف. يقول رحت يوم هذا التاجر أمر علي بعض الأوقات أسير عليه، رحت باب دكانه شفت شاب جديد يشتغل وياه كانه صانع. الحج صاحب الدكان قال سيدنا اليوم تجي وياي غدا بيتي؟ لا بأس. ها عفوا، يقول عزمني إلى غدا، قال مثلا يوم الجمعة يوم الخميس عدي تجي غدا عزمني أنا رحت. دخلت بيته شفت هذا الشاب موجود موجود، ولكن الشاب يدخل تروح يم أهله ويطلع. قلت له حجي منو هذا؟ قال هذا صغري نسيبي زوج بنتي. قلت له أنت زوجت بنتك وما قلت لي؟ صديق 40 سنة شلون ما تخبرني؟ قال سيدنا بيها قضية. شنو القضية؟ قال خلي يجي الولد. اجى هذا الولد الغريب قعد. الحجي صاحب السوق التفت لهذا الولد الغريب الصخرة قال له ابني اسمه حسين. قال له حسين قول قضيتك. حسين بدأ بالقصة. قال أنا من أهل القرية الفلانية تبتعد عن مشهد الإمام الرضا أكثر من 30 كيلومتر. في هذه القرية كنت أعيش عيشة طيبة، شاءت الأقدار والدي توفى أبوي مات، فأنا صرت يتيم. إن شاء الله ما أكون مجلسني يتيم، وإذا أكون خلي يسمع الله زين يعرف. يتيم ظلت بالقرية، أمي شابة تزوجت بعد العدة تزوجت من حقها، وزوج أمي كان يظلمني لأن أنا مو ابن بالنتيج إلا على قلب بيته. شاءت الأقدار أن أمي صارت حامل من زوجها الجديد، أكثر زوج أمي كان يضربني ويظلمني، إلى أن يوم من الأيام أول الصبح بعذر ما أخذني بالعودة ضربني وضربني وضربني كسرني، طردني من البيت حافي القدمين عطشان جوعان، طلعت أنا وثوب بس كل شيء ما، وقال لي بعد ما تجي للبيت روح أنت مو ابني، روح صلة رجال دبر حالك لا تجي على بيتي. طلعت جوع عطش حر شمس غريب، ما عندي أحد، أب ما عندي، وين أروح؟ أمي مظلومة.
يقول أخذ فلوس أريد أركب سيارة باص أوصل نفسي إلى مشهد الإمام رضا ما عندي، خالي اليدين. طقيت الطريق مشيا على الأقدام من القرية إلى صحن الإمام رضا عليه السلام. اللي رايحين إلى مشهد يفهموني، الصحن القديم اللي لما توقف بيه حرم الإمام رضا يصير القبلة أمامك، بي شباك يقولون شباك الفولاذ، روحوا شوفوا هناك مئات الناس بالآلاف الناس طول السنة بل ملايين الناس يجون يشدون إيدهم بهذا الشباك، يأخذون حوائج قصص مفصلة ما علينا. يقول أنا أجيت أخذت الشباك، قلت لي يا ابن رسول الله ما حد ما يدري بس أنت تدري، جئتك جائعا، أول شيء أكل ما عندي، جوعان أريد أكل، يتيم أب ما عندي، زوج أمي ضربني، أنت تدري أنا مظلوم، أريد من عندك من الإمام الرضا، ها ذول أولياء الله، أريد من عندك يا ابن رسول الله بيت وزوجة وشغل، شغلة أحصل، إذا تطلب زين أطلب. رايح منا أنا إلى الإمام الرضا عليه السلام يطلب من الإمام الليسن، شين قيمة الليسن؟ عقلك خليه شوية، ارفع مستواك، اطلب منا خير الدنيا والآخرة. يا ابن رسول الله أريد زوجة، يلا يا شباب اللي ما عندكم زوجة، اللي يقول يا أبا عبد الله أريد منك زوجة، الله يعرف شنو الحسين إذا دعا لك الدعاء مستجاب، وأريد منك شغل، وأريد من عندك يا إمام الرضا بيت يحصل. يقول أنا عندي الإمام الرضا دا أبكي، هاي لهنا أنا قصة الولد حسين، التفت العم قال عمو أنا لهنا أنا قصة، أنت قولي الباقي. العم أبو الزوجة الحج اللي بسوق الرضا دا يسولف للسيد، قال وأما قصتي أنا في سوق الإمام الرضا عليه السلام، العادة لحد الآن كسبت هذا السوق عموما ما يسكرون الظهر، يعني يجون الصبح إلى المغرب يشتغلون، المغرب يسكرون يروحون وقت الغداء يتغدون باب الدكان. يقول ذاك اليوم ما أدري إيش طار بقلبي أروح أتغدى في بيتي ويا الحجية، ما أدري إيش صار بخاطري، سكرت الدكان موقتا وقت الظهر، رحت للبيت، سلام حجية عليكم السلام، قلت اليوم جاي أتغدى وياكم، قالت أهلا وسهلا بس أنا ما مهيئ لك طعام على أساس تتغدى باب الدكان، خليك في النص ساعة لما أهيئ شيء. يقول أنا دخلت في غرفة الاستقبال في غرفة الاستراحة تعبان، بمجرد أن خليت رأسي على المخدة رأيت في عالم الرؤيا أنا في حرم الإمام الرضا عليه السلام، والإمام الرضا طالع من الضريح، التفت للإمام الرضا قال لي هذا الولد اسمه حسين، تزوج بنتك وتعطي بيت فوق عندك شقة كاملة، تعطي بيتك وتشغل باب دكانك. لا إله إلا الله، فتحت عيني شنو ده يشوف حسين منو؟ حلم أضغاث أحلام؟ لا حلم. أجيت قلت المرتي ها الغدا جاهز، قالت لا أصبر شوي بعد، رجعت بس خليت رأسي على المخدة أخذني نوم. مرة ثانية شفت في عالم الرؤيا الإمام الرضا عليه السلام قاعد في ضريحة يقول لي حج فلان يجيب اسمي، تروح الآن في صحني هذا الولد اسمه حسين، تعطي بنتك، تعطي أكل، تعطي شرب، تعطي ملك، تعطي شغل. لا إله إلا الله، عجيب قصة. قمت من النوم في الزيت، زوجتي قالت الأكل جاهز، قلت لها اصبري أروح أرجع، قعدت بسيارتي ضربت سلف اجيت سريع صحن الامام الرضا، نفس اللي شفته في عالم رؤيا شفت هذا حسين قاعد يبكي، يا امام رضا اريد منك زوجه، اريد منك شغل، اريد منك بيت. اجيت ضربت قلت لحسين، قال ها، قلت قوم تعال وياي، هذا الولد هذا نسيبي، لا اراديا اجى وياي، ركبته بالسياره جبته للبيت، وذاك الاكل اللي عجبك طعام جاهز، تدري الجوعان اللي جاي 30 كيلومتر مشين على الأقدام، يقول حسين أكل شبع. قال لي منو أنت؟ شنو الموضوع؟ قلت له أنت منو شنو الموضوع؟ قال أنا قصتي كذا وكذا، يتيم ضربوني، إجيت عندي قلت إيش طلبت من الإمام الرضا؟ قال طلبت من الإمام الرضا زوجة، طلبت من الإمام الرضا بيت، طلبت من الإمام الرضا شغل. قلت له صار بنتي زوجتك،
شقة فوق بيتك باب دكانية بتوقف شغل، رحت جبت واحد من رجال الدين، عقد بنتي أعطيته، وأحسن الله إلي شنو أعطاه لي شنو أعطاني، الله أعطى لحسين زوجة شغل بيت إلي، الله شنو أعطاني، أنا ما عندي غير بنت واحدة، الله أعطاني نسيب أحسن من ابن، الله أعطاني صانع باب دكاني يساعدني، والله سبحانه وتعالى أعطاني ولد، أنا ما عندي ولد، أنا هذا ولد أحسن من الولد. شلون يصير القضية يا شباب؟ فكر عزيزي شنو أقول لك؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله شلون يقول كن فيكون؟ عن طريق الإمام. لما تروح عند الإمام الرضا سلام الله عليه في زيارة الرجبية، كلكم رحتوا وقريتوا الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب، وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب، وصلى الله على محمد المنتجب وعلى أوصيائه الحجب، إلى أن تقول فبكم يجبر المهيض، المهيض هذا العظم المكسور، فبكم يجبر المهيض ويشفل مريض، وما تزداد الأرحام وما تغيض، إني بسركم مؤمن، مؤمن بسركم أنت حقيقة، هذا واقع.